الا كنتي من الناس اللي نجحوا في البكالوريا ديال هاد العام هذا، فيليسيتاسيون، مبروك عليك. وكهديه ليك بمناسبه النجاح ديالك هادو 20 فكره ونصيحه اللي غادي يعاونوك في الحياه ديالك ما بعد البكالوريا. اولا مازال ما قطعتيش الواد ونشفو رجليك، مازال ليك لي كونكور اي زانسكريبسيون خاصك توجد ليهم باش تضمن ان المرحله الانتقاليه غادي تدوز في احسن الظروف. ثانيا خاصك تحتفل، تحتفل مزيان باش عقلك يبقى عاقل على هاد لا ريوسيت ويلصقها مع واحد الفرحه كبيره، باش اشاك فوا تبغي دير شي حاجه في حياتك تفكر ان من مور كل مجهود كاينه فرحه كبيره. ثالثا الا نجحتي في بليزيوغ كونكور قبل ما تاخذ لا ديسيزيون تشاور مع الناس اللي قرابين ليك، مي اوسي مع الناس اللي هما اكسبير في المجال. رابعا فاش تسالي هذه المرحله الانتقاليه ما تنساش انك ترتاح، تسافر، دير داكشي اللي كيعجبك تيفرحك باش ترتاح عقليا وجسديا. خامسا وجد الانتقال ديالك للمدرسه او للجامعه اللي غتمشي ليها، الا غتكري خصك تمشي تشوف فين غادي تكري، اللي غادي تشري شي حاجه اللي غتحتاجها سير شريها دابا باش ما تخليش حتى لاخر لحظه غتبقى تجرع، وثاني ديرها قبل ما تمشي اون فاكونس، كوم سا تمشي اون فاكونس وانت مرتاح. سادسا كاين واحد الحاجه سميتها لي فاكونس انتيليجونت، يعني وانت مسافر دير في بالك ان ممكن تعلم لغه، ممكن تعلم شي مهاره، ممكن تخلص من شي ديفو، ممكن تطور في راسك شي حاجه. سابعا كري اون ادريس ايميل بروفيسيونيل لان غتحتاجها بزاف الحوايج اللي غادي يجيو من بعد. وثامنا بهاد لادريس ايميل غتكري ان كونت لينكدين، ولا ما كنتيش عارف شنو هو لينكدين قلب عليه في جوجل ولا في يوتيوب باش تعرف عليه اكثر. تاسعا سولوا على لي زاسوسياسيون اي لي كلوب ديتوديون اللي كاينين في الجامعه المدرسه العليا او المدينه اللي غادي تمشيو تقراو فيها باش ان شاء الله العام الجاي تسجلوا فيها حيت ضروري. عاشرا بريباريو اون ليست ديال لي كومبيتونس ديال المهارات اللي خصكم تطوروهم في هاد السنوات ديال الدراسات العليا باش ان شاء الله اون فوا تساليو القرايه ديالكم وتبداو تقلبوا على خدمه ما تبداوش تفكروا عاوتاني شنو خصني نديفلوبي باش نقدر نلقى خدمه. لي كومبيتونس كلي غتلقاهم سيغ انترنيت، قلبوا على شنو هما لي كومبيتونس لي بلو دوموندي دون المارشي دو ترافاي. 11 الا كان الطريقه ديال الباز ديالك ما عجبكش اولا خصك تبدلها لان غدوز لمرحله اخرى، هذه هي الفرصه لان الناس اللي غادي تمشي تلاقاهم من بعد تقدر تكون ما تعرفهمش وغتكون عندك بلوس دو فاسيليتي انك تبدلها. نفس الشيء بالنسبه للكومبورتمون، تصرفات، شخصيتك، طريقه التعامل ديالك، الا كنتي كتشوف بان فيها شي حاجه ما عجبكش وانت مقارديها غير حيت كتلاقى نفس الناس وخايف يقولوا عليك تبدلتي، هذه الفرصه. 12 تقيد في كوتش سيرفين وبدا تقلب على الناس اللي كيجيو من خارج المغرب باش تستقبلهم عندك في الدار باش تعلم لغات ومهارات جديده والعقل ديالك يتفتح على افق اوسع. 12 دير في بالك انك خصك دير او موان ستاج في العام في هاد السنوات ديال الدراسات العليا اللي غديرها. 13 لي زيفينمون ثم لي زيفينمون ثم لي زيفينمون، او موان ان سول ايفينمون في الشهر خصك تحضر ليه. 14 فاش يعطيك استاذ اون ريشيرش ما تمشيش تقلب عليها في جوجل، قلب عليها في جوجل سكولار وجوجل بوكس. 15 وهذه السطر عليها بسطر عريض جدا، يفو ايلارجيغ سون ريزو بروفيسيونيل que ça soit في لا رياليتي او في لي ريزو سوسيو. دونك بدات اجوتي ناس جداد، وسع الدائره ديال العلاقات ديالك. 16 الا كنتي غتقرا في مدرسه عليا وجد راسك لواحد الحاجه سميتها البيزوطاج، الا ما عرفتيش شنو هو قلب عليه في جوجل او في يوتيوب. 17 كاين دي بروغرام دي شونج كولتوريل اللي كيتيحوا لك الفرصه انك تسافر خارج ارض الوطن بلا ما تخلص حتى ريال. اي سوفي دالي شيرشي سور انترنيت شنو هما لي بروغرام اللي كاينين، او لا تسول الطلبه اللي غادي يقراو معاك وغيكونوا فايتين سنوات وكيديروا العمل الجمعوي يقدروا ينفعوك. 18 تعلم لونجلي حيت هي لغه المستقبل. 19 ضروري ضروري تدخل لهاد لي سيت انترنيت هادو وتبقى متبع الكونتوني ديالهم باش تستافد لان غينفعوك بزاف. و20 الا كتعرف شي واحد نجح في البكالوريا هاد العام طاقيه في لي كومونتير، ولا عندك شي نصيحه للناس اللي نجحوا في البكالوريا كتبها في لي كومونتير، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.